Quoi de neuf santé. اهلا وسهلا بكم في كواد 9 سنتي، اخر الاصدارات الطبيه والعلميه. اول باول تسمعها معنا في كواد 9 سنتي. 10 ايام اصابه بكورونا تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات، هذا اللي كشف عليه عالم الاحياء الجزئيه والبحث في جامعه موسكو الحكوميه ماكسيم سكولاتشي. الى اي مدى يمكن ان تؤثر الاصابه بمرض الكوفيد 19 على العمر البيولوجي للشخص؟ وقال في حوار مع مجله سبوتنيك انه صحه الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون 10 أيام إلى شيخوخة الجسم لمدة 10 سنوات. وأوضح أنه إذا لم يتلقى الشخص لقاح مضاد لفيروس الكورونا وعانى من مرض كوفيد 19 فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية كان من المتوقع أن يمر بها الجسم في خلال 10 سنوات، لكنه يشعر بهذا في غضون 10 أيام وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارع. كانت هذه كواد 9 سنتي بالنسبة لليوم.